منذ عام 2005 تقريبا والناس في مصر يعيشون متتالية أزمات اقتصادية صارت بالنسبة لهم روتينا دوريا، أزمات تبدأ عادة بنقص الخبز لتشمل أيضا المواد البترولية ناهيك عن الغلاء المستمر، أزمات رفعت نسبة الفقر في مصر لأكثر من 25% وهي نسبة مرشحة للمزيد. ليبدو المشهد المصري ما قبل وما بعد الثورة متشابها. على أعتاب المخابز المصرية أو في معركة المصريين الصباحية سقط 56 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً في عصر مبارك. نفس المشهد ما زال متكرراً في مصر ما بعد الثورة، ففي عام ما بعد الثورة شهدت مصر أزمتان في الخبز. كذلك والحال في البنزين الذي يستهلك المصريون منه نحو 21 مليون لتر يوميا. وقعت الأزمة قبل أسابيع وكادت أن تنفرج رغم هذه الطوابير الطويلة بعد أن زادت الحكومة كمية المعروض منه في الأسواق بواقع 15%. كادت الأزمة أن تنفرج لتقع بعدها أزمة السولر ولتدور المعركة من جديد. ومن أزمة نقص البنزين والسولر واستمرار مشكلة الخبز إلى ثالثة الأساس في استمرار ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز المنزلي والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة دون أفق لحلها، ليستمر معها دور اللهو الخفي الذي يعلق على شماعته الكثيرون هذه الأيام في مصر تتالي الأزمات اقتصادية وسياسية. أين المشكلة إذن وكيف تدار تلك الأزمات ولماذا تأتي دائما متزامنة وكيف يتعايش الناس هنا معها؟ مشاهدين أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الاقتصاد والناس والتي نقدمها من العاصمة المصرية القاهرة حيث نتابع. اللي بيعبي غير ملتزم، واللي بيوزع غير ملتزم، واللي بيوصل المنتج في صفته النهائية للمستهلك غير ملتزم. فبتمنى من وزير البترول ان يراعي الشعب ويراعي الناس ويبص بصه كده بنظره رحمه. احنا بنقول 80% من الشعب المصري هنديله كوبون هنعتبره غير قادر، وهنديله كوبون، اللي معاه الكوبون ياخد الاسطوانه ب 5 جنيه، اللي ما معهوش الكوبون يشتري الاسطوانه ب 25 جنيه. تخزين القمح في العراء دي اكبر مشكله بتقابلها مصر. آخر حلقات ثالوث المشاكل الاقتصادية في مصر أسعار اسطوانات الغاز المنزلي التي تزداد منذ أسابيع وتكبر في صخب وتزداد خطورة لدرجة يخشى معها البعض من الانفجار. وتابعونا. مشكلة اسطوانات الغاز في مصر هي الأعنف هذه الأيام. تقول الإحصاءات إن المصريين يستهلكون 36 مليون اسطوانة غاز شهرياً، رغم أن 4.5 مليون منزل مصري يتمتعون بخدمة توصيل الغاز عبر الأنابيب. تقول الحكومة إن المشكلة ليست في نقص المعروض وإنما في سوء توزيعه، وتؤكد أن دعم الغاز المنزلي يتلقى 11 مليار دولار سنوياً. كذلك الحال في البنزين الذي تنتج منه مصر نحو 90% من كميات استهلاكها، إلا أن الواقع يؤكد أن مصر تشهد كل 4 أشهر تقريباً نقصاً في البنزين تتكدس معه السيارات في محطات التعبئة، وتقال نفس الحجة تقريباً إنه سوء توزيع. المشكلة الآن طالت السولر الذي تعمل به سيارات الركوب الجماعي والمخابز، مما يؤدي لرفع أسعار تكلفة المواصلات وانخفاض كفاءة المخابز التي يقدر عددها في مصر بنحو 236 ألف مخبز يعتمد عليها 90% من المصريين في الحصول على خبزهم صباحا ومساء. مع تتالي المشاكل يدور المصريون في حلقة اقتصادية من الأزمات الاقتصادية صباحا ومساء، والتقرير التالي يجمع لنا هذه الصورة. مشاكل متكررة في توفر بعض السلع تشهدها مصر بين الحين والآخر، أبرزها البنزين والسولار ورغيف الخبز، وأضيف عليها أخيرا اسطوانات الغاز المنزلية التي يصعب الحصول عليها في فصل الشتاء نتيجة تزايد الطلب. لكن الأمر زاد سوءا هذه السنة بعد إضراب عمال إحدى شركات توزيع الغاز وضعف منظومة الرقابة. بقالنا 3 شهور دايخين على الأنابيب، هنا هو بنتعذب زي ما بنشوف 4 ساعات 5 ساعات، وساعات بنملاها وساعات ما بنملهاش. البعض استغل الموقف وباع اسطوانة الغاز في السوق السوداء ب10 أضعاف ثمنها،
لا يستطيع كثير من الناس هنا أن يتعايشوا مع فكرة وجود أزمة في حصولهم على اسطوانات الغاز، بينما يصدر بلدهم الغاز وبكميات ضخمة إلى الخارج. الخبراء يقولون إن غاز الاسطوانات المنزلية يختلف عن الغاز الطبيعي الذي تصدره مصر، بينما تستورد أكثر من نصف حاجتها من غاز الاسطوانات المعروف بالبوتاجاز. وتقول وزارة البترول إن السوق المحلية تحتاج إلى أكثر من 14 ألف طن من غاز الاسطوانات يومياً، في حين تبلغ تكلفة تعبئة الاسطوانة الواحدة نحو 45 جنيها. وتؤكد الحكومة أنها بصدد معالجات جديدة لهذه المشاكل بعد الثورة، خاصة مشكلة زراعة القمح وتوفير الخبز. أنا قلت إجراءات اتخذت على أرض الواقع بالنسبة لتشجيع الفلاح، وبالنسبة لتطوير منظومة التخزين، وبالنسبة لتطوير منظومة الخبز للمخابز، ونجري دراسة لمراجعة نظام الدعم حتى يكون نظام منطقي ورشيد. ويرى مراقبون أن الأداء الحكومي في التعامل مع هذه الأزمات بعد الثورة لم يختلف كثيرا، لأنها لم تحل مشكلة الدعم، وهو الخيط الذي يجمع بين كل السلع التي تتعرض للأزمات. فما زال الدعم وفق هؤلاء يصل لمن يستحق ولمن لا يستحق دون تمييز. لما بتدعم سلعة، هو ده غلط. السلعة بيستخدمها الغني والفقير، والغني القوة الشرائية بتاعته اعلى، فبالتالي بيستخدمها اكتر، يبقى هو المستفيد من الدعم اكتر. يبقى انا ما ادعمش السلعة، انا ادعم الفئة اللي انا عايز ادعمها. وحتى تصل الحكومة لحل هذه المشكلة المعقدة، سيتعين على المصريين ان يتعايشوا مع الوضع القائم ولو الى حين. احمد كيلاني، الجزيرة، القاهرة. حاج، بكم وصل سعر انبوبة البوتاجاز الان؟ 25 فقط؟ في بعض الأماكن بأربعين وستين. أبش. الناس يشترون مع ذلك؟ أبش. نعملوا إيه؟ ما هو كل حاجة تعبانين الناس. الناس تعبانة. أنت بكم تشتريها من المستودع؟ مستوى بين ماشين. السلام عليكم. أسعار اسطوانات الغاز الآن كيف تراها؟ الاسطوانات غليت يعني من فترة قريبة كده. يعني كنا بنشتريها ب 10 جنيه الواحده، دلوقتي من 40 جنيه و 50 جنيه. فجاه مره واحده كده الاسعار زادت. الناس من جوه بتبيع ب 6 جنيه المستودع، بره هنا بيبيعوها ب 40 جنيه و 50 جنيه و 30 جنيه. انا شايف الازمه دي ازمه مفتعله. طيب هل لها حل؟ ان شاء الله ليها حل. ما هو الحل؟ ان كل واحد ياخد احتياجه بس. من تعتقد المسؤول عن هذه الازمه؟ المسؤول الاول وزير البترول والتموين قبل وزير البترول. لماذا تختلف اسعار انبوبه الغاز من داخل المستودع الى الاستهلاك الخارجي؟ والله حضرتك احنا بنيجي من اوسيم، بنيجي نغير الانبوبه ب 5 جنيه من هنا. مغيرها ب 5 جنيه وبتصرف 5 جنيه ثاني العربيه، 2 جنيه ونص تيجي بيها و2 جنيه ونص تروح بيها الانبوبه. وفي النهايه بكم؟ من الساعه 6 واحنا واقفين عشان نغيرها. انت سائق تحمل شحنات انابيب البوتاجاز للمستهلكين، في اي مرحله ترتفع الاسعار؟ في اي مرحله؟ لما تأزم في المصنع، يعني لما نروح المصنع يوم واثنين وثلاثه عشان ناخد النقله، لازم العربيه تبقى موجوده في المصنع والتوكيل تحت ما فيهوش، فالناس هتيجي على التوكيل مش لاقيه انابيب، وتفضل العربيه متخزنه في المصنع يومين على ما تاخد النقله وثلاث ايام، لان في شغل بيطلع حر بسعر اعلى من اللي بيطلعه المصنع بسعر اعلى من السعر الرسمي. حسب تصريحات الحكومة، عدد اسطوانات الغاز المنزلي كافية وكميات الغاز المنزلي أيضا كافية. إذن أين المشكلة؟ المشكلة إن الحكومة مسعرة الغاز. الغاز ده هو بيطلع من عندنا هنا هوت إحنا ب 230 قرش الاسطوانة. المستودع بياخد 10 ساغ مكسب، والعربية النقل بتاخد 10 ساغ نقل. لا ال 10 ساغ تكفي صاحب المستودع، ولا العشرة ساغ هتكفي العربية النقل. 10 قروش للأنبوبة الواحدة. قروش لكل أنبوبة. يعني صاحب المستودع عنده عمال وعنده كهرباء وعنده رأس مال وعنده أنابيب، وياخد في اليوم 25 جنيه. إزاي يعني يشتغل بإيه؟ إذن أين الحل؟ الحل إن الأنبوبة تغلى. تغلى وتبقى بالبطائق زي ما قالوا. أين السعر العادل الآن الذي يتوازى مع أصحاب المستودعات والمصانع والمستهلك؟ مالناش دعوة بالعادل، لأن العادل السعر الحقيقي للأنبوبة الغاز بتاعها 76 جنيه الأنبوبة الصغيرة، والضعف للأنبوبة الكبيرة. مالناش دعوة بالعادل، نقول نوزع إزاي، تتوزع إزاي، يعملوا بالبطايق تبقى ب 10 جنيه الأنبوبة، 10 جنيه المستودع ياخد له 2 جنيه، مكسب معقول جدا،
ومحطة التعبئة تاخد 2 جنيه والحكومة تتصرف في الستة جنيه التانية ده. هي باجي ابيع الانبوبه بسعر مرتفع ليه؟ او الانبوبه بتتباع ليه؟ لان بقعد يوم واثنين وثلاثه وخمسه وسبعه ايام ما بحملش في المصنع، بناء عليه ان المصنع ذات نفسه ما بيجيلوش غاز. العربيات السارجيه بتقعد بالاربع خمس ايام عقبال ما يجيب لنا الغاز. لو الغاز اتوفر في المصنع عمر ما هيبقى فيه سوق سودا. سيد احمد، تتابع مشاكل الخبز ثم البنزين ثم اسطوانات الغاز ثم السولار متتالية منذ عدة سنوات، يعني لماذا لا تفك هذه الأزمات تباعا ولماذا تأتي تباعا أيضا؟ الأزمة الأخيرة تحديدا اللي خلى حدتها زادت جدا إنها جت مع الانفلات الأمن، لكن أنا أعتقد إن على مدار نقدر نقول كام 10 سنين تحديدا أو أكتر من 10 سنين ما فيش حكومة حطت برنامج واضح لعدم تكرار منع أزمات المنتجات البترولية تحديدا. لكن السؤال الذي قد يبدو مثيرا، لماذا تأتي هذه الأزمات متتابعة متسقة، يعني 3 أزمات في أزمة؟ تمام، هو الأزمات دي أساسا مرتبطة بموسم أو موسم زيادة الاستهلاك. البوتاغاز معروف أنه بيزيد في الشتاء، استهلاكه معروف أنه بيزيد في رمضان، مظبوط. المنتجات البترولية التانية إذا كان البنزين أو السولر أو غيره برضو مع الشتاء بيزداد معدل استهلاك، لان هي مش مرتبطة باستهلاك. اذا كان نسبة كبيرة من البوتاجاز مرتبطة باستهلاك المواطن في منزله، فنسبة كبيرة جدا مرتبطة باستخدام البوتاجاز في غير الاغراض المخصصة ليه. هل يمكن في هذه الحالة ان نتحدث عن اهمية تجديد القوانين العقابية الرادعة لمن يخالفون؟ انا مع حضرتك، شدد الاجراءات العقابية، طلع قانون يجرم تداول المنتج البترولي خارج المنافذ المرخص بيها، لكن في المقابل حل أساس المشكلة إن من يتاجر لابد أن يحقق عائد اقتصادي على استثماراته، مفيش مانع ترفع العائد. مستمرون في طرح السؤال، لماذا تتشابك وتتتالى أزمات نقص المواد الاستهلاكية الأساسية في مصر؟ تابعونا بعد الفاصل. شركاء في التغطية، أرسلوا لنا صوركم وفيديوهاتكم التي التقطتموها عبر هواتفكم المحمولة أو كاميراتكم الشخصية. قم بتصوير ما يدور حولك من أحداث وفعاليات وكن مراسلنا في محافظتك، في بلدك، في شارعك. أرسلوا لنا ما لديكم عبر البريد الإلكتروني agmvlogger@aljazeera.net. كل نوافذ الجزيرة باتجاه الحدث وتفاصيل الجزيرة.net. صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك.الجزيرة.net. خدمة الجزيرة موبايل. كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة؟ بين النور والظلام تكمن الحقيقة. أرسل وشارك بآرائك حول القضايا الهامة، سياسية، رياضية، اقتصادية وأخرى متنوعة. خدمة الرسائل SMS عبر الجزيرة مباشرة. رأيك قد يصنع قرار. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، رسائلكم إلينا إثراء للحوار والنقاش وتبادل الأفكار وللمحافظة على تفاعل بناء بحوار راق، فإننا ننوه للتالي: لا يمكننا عرض أي رسائل نصية تريد فيها كلمات نابية أو تلميحات عنصرية، تهجم شخصي سواء على شخصيات عامة أو مشاهدين آخرين، رسائل تنتهك القانون أو تشجع على انتهاكه، رسائل تحمل إعلانات تجارية أو حسابات مصرفية.
متتالية أزمات البنزين والخبز والسولر واسطوانات الغاز التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة يعتبرها البعض الأشد. من أجلها شهد مجلس الشعب المصري 150 سؤالا وطلب إحاطة للحكومة في جلسات حامية، بعد أن وصل الأمر باحتجاجات الناس إلى قطع الطرقات والهجوم على مستودعات اسطوانات الغاز. زاد من حدة الأمر استمرار حالة الفلتان الأمني. السوق السوداء صارت أساساً في الحصول على السلع الأساسية في مصر مع انعدام الرقابة وهشاشتها. ولحل أزمة التي نراها في الخلف تلجأ الحكومة دائماً للحل الأسهل وضخ المزيد من الكميات في السوق مهما كلفتها الفواتير. وأما سداد تلك الفواتير للشركات العالمية فسيكون صعباً للغاية في المستقبل القريب، مع انخفاض احتياطي مصر النقدي إلى 16 مليار دولار فقط. مشاهدين أهلا بكم مرة أخرى إلى الاقتصاد والناس من العاصمة المصرية القاهرة. السلام عليكم. السلام وبركاته. كسائق لهذا الميكروباص كيف تتعامل مع نقص البنزين الحاصل الآن؟ أهو بنقف الطابور زي ما الناس واقفة وخلاص. بس كم يأخذ منك هذا الطابور؟ يعني ممكن نص ساعة، ربع ساعة، تلت ساعة، ساعة، مش إشكال. البنزين الآن لماذا هو غير متوفر؟ مش عارف، هو في أزمة في البنزين بس مش عارف بقى، محدش عارف هي منين. يعني الاول كان البلد مثلا كان في زحمه وبتاع ومدارس وشغل مدارس وبتاع وكان البنزين موجود، دلوقتي ما فيش مدارس والبنزين مش موجود. والله انا غصب عني ما اقدرش احط 90 ولا احط 92، امكانياتي ما تسمحش، فبضطر بعاني كل يوم اقف بالطابور بالساعه والساعتين، هعمل ايه؟ هل تعتقد ان ازمه البنزين، ازمه نقص البنزين خفت الان او قلت؟ لا بنسبه كبيره، يعني الحقيقه احنا كنا الاول بنقف بالساعات، دلوقتي يعني الحمد لله الامور مش زي الاول، الحمد لله. طبعا في نسبه تحسن مش اقل من 30%. انت تعتقد انها قربت على الانتهاء؟ قربت على الانتهاء، دي بترجع لكل ما ضخ البنزين التمني يبقى اكتر، لان هو طلب عليه عشان تعرف حضرتك سعره، كل ما الضخ يبقى اكتر كل ما الناس ترتاح اكتر. هل تقبل ان ترتفع اسعار البنزين مقابل ان يكون متوفرا في السوق؟ بس الارتفاع يكون محدود وعلى طاقة تحمل الاقتصاد بالنسبة للمصري أو للمواطن المصري، ما تبقى الزيادة مثلا كبيرة بالشكل اللي هو يرهق أكتر ما الشعب مرهق بطبيعته دلوقتي. يعني أنا بيشغلني حاليا موضوع تطهير وزارة البترول، ده ما حدش بيتكلم عنه خالص. يعني احنا بنتكلم عن تطهير وزارة الداخلية، ما بنتكلمش عن تطهير وزارة البترول، لا سيما في ظل ما يتردد من بعض الأهالي ان في سيارات بتفضي منتجات البترول في الطريق الصحراوي، فده بيطرح تساؤل، يعني هل حد بيقوم بشراء هذه السيارات وتفريغها في الطريق الصحراوي ولا ده أشياء من داخل وزارة البترول نفسها؟ فدي قضية مهمة لابد أن تبحث، يعني تطهير وزارة البترول. هناك اتهام لبعض رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق بأنهم السبب وراء استحداث هذه المشكلة. هقول لك على حاجة، مش عاوزين نعلق الشماعة هي رجال الأعمال والنظام السابق. النظام السابق في ناس كويسين جدا وفي ناس وحشين جدا إطلاقا. المشكلة بتكررها من زمان، من 20 سنة، من 30 سنة نفس المشكلة، كل شتاء بيقابلنا نفس المشكلة، لكن لازم تحل حل جذري. رجل الأعمال اللي هو بينتمي للنظام السابق وإنسان مش وطني وإنسان بيضر البلد يذبحوه، إنما في ناس كتير جدا وطنيين. رخص سعر المواد البترولية اللي موجودة في الجمهورية بتؤدي لنتيجة حتمية إن الناس بتسيء استخدام هذه السلع. ليه؟ تمنها رخيص بلاش. أنتم كيف ترون الحل في النهاية؟ في مقترحات كتيرة بالنسبة للبنزين، في ناس بتقول إن احنا هنرفع الترخيص عشان ناخد الدعم، قيمة الترخيص عشان يبقى العربيات اللي عدد السي سي بتاعها أكبر من العدد المنطقي يبقى نبتدي ناخد منهم أكتر من مقترح جديد. الأهم من كل القصة دي كلها إيه؟ آلية التنفيذ. أزمة ترغيف الخبز المستمرة في مصر كيف تتعامل معها كمواطن؟ والله احنا باستمرار بنعاني معاناة شديدة في الحصول على الرغيف النظيف اللي هو يأكله المواطن العادي، إنما للأسف في بعض الأفران موجودة بتعرض عيش بتاعها غير صالح، ولما بنتكلم معهم بيقولك طبعا عندي عطل فني مثلا في المعدات اللي شغل بيها، بروح قفل الفرن وبيمشي. طب هذا عن الجودة، ماذا عن الكمية؟ لا
كميات قليله جدا طبعا، وبيحصل معاناه وبيحصل مشاجرات كتير على الحصول على العيش في اغلبيه المناطق في مصر. معاناه المواطن المصري الصباحيه للحصول على رغيف خبز، كيف تعيشها انت؟ معاناه والله يا استاذي، المعاناه شديده قوي 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 قوي. انا عشان اضطر اجيب جنيه عيش ناكل منه اليوم كله صعب صعب صعب. تضطر المدام تصحى حوالي الساعه 5:30 الفجر عشان تقف على كشك العيش عشان تجيب جنيه، وطبعا انا معايا عيله لسه سنها بتاع سنه وشهرين، فعشان تقوم مثلا من الدفا تطلع بره في الوقت ده هتتعب. طب في هذه الحاله ماذا تفعل؟ في الحاله دي بقى بضطر ان انا اجيب الرغيف اللي هو ب 25 قرش، وطبعا عشان خاطر شغل ما ينفعش ان انا اقوم الفجر وانام تاني، والمرتب يا دوبك 700-800 جنيه. ميزانيه الخبز لدى الاسره المصريه في هذه الايام كم تتكلف؟ لا كتير كتير، يعني انا عن نفسي انا بجيب رغيف بنص جنيه واحيانا بربع جنيه، لكن ابو شيلين ده يعني قليل قوي لما نلاقيه في الموجود في البلد. هذا هو الخبز المدعوم. ايوه. لماذا لا تجدينه؟ يعني هقول لمين، هشكي لمين، مهما نتكلم ومهما نقول ما حدش بيسمعنا. تكرار ازمات الخبز كونت للمواطن المصري خبره في التعامل مع هذه الازمات، انت كيف تتعامل مع هذه الازمه؟ انا كل الشعب المصري امون او اغلبيه الناس الكادحه التعبانه هي دي اللي بتعاني من مشكله الخبز. في ناس ثانيه عندها امكانيات ممكن تشتري رغيف ب 50 قرش وبجنيه، وهم اكثر الناس دي اللي معاها فلوس طبعا، انما غالبيه او عاميه الشعب الناس الكادحه الناس التعبانه الناس اللي طول عمرها بتعاني هي اللي ما زالت بتعاني. وبعدين للاسف احنا يعني النظام مشي قلنا هيبقى في انفراجه في الحاجات اللي احنا بنعاني منها على مدى السنين اللي فاتت دي كلها، ما حصلش اي انفراجه، ما حسيناش باي تغيير في اي حاجه. رغيف الخبز في معظم الافران اقل من حجمه، طعمه ممكن تتفاجئ بحاجات غريبه فيه، واخد بالك؟ الزحام بقى اللي انت عشان تشتريه تقف لك ساعتين عشان تاخد 10 رغيف او 20 رغيف، تستنى لحد ما الطابور كله يخلص، ليه؟ لان انا ما اقدرش اشتري رغيف ب 50 قرش، لان انا لما اكون باخد لي 500 جنيه او 600 جنيه اقدر اشتري رغيف ب 50 قرش، طب انا عايز لي 30 رغيف. 30 رغيف في 50 اكل عيش بكام بس بالنهار؟ سيد عبد الله، اصحاب المخابز متهمون دوما في مصر بتهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء، مما يحدث اختناقات شديده في انتاج الخبز وبالتالي يحدث ازمات بالتالي. يعني اين الخلل الحقيقي في هذه المنظومه؟ الخلل اساسا ان احنا لازم نعيد النظر في تكلفه رغيف العيش، وعشان اعيد النظر في تكلفه رغيف العيش في ثلاث افتراضات. الفرض الاول ان انا لازم انا عندي مشكله في النهارده في الانتاج، كنت بالاتفاق ما بينه وما بين وزاره التموين من 2006 ان تكلفه رغيف العيش 65 جنيه على كل شوال بما فيهم 8 شوال دقيق. النهارده وصلت ل 85 جنيه وداخل على 90 جنيه للشوال الواحد، مفيش. يبقى صاحب المخبز هيجيب منين؟ مضطر يا يغلق المخبز يا يضطر يبقى فيه تلاعب بقى في بيع الدقيق، تلاعب في الاوزان، تلاعب في كذا. واحنا النهارده بنقول يعني منظومه الدعم الحاليه يجب اعاده النظر فيه. الملح زاد ثلاث مرات، القميره زاد ثلاث مرات في خلال الست سنين دول، فما في عنصر واحد زاد ثابت على سعره خلال الست سنين. بالاضافه طبعا ان احنا دوله بتزيد مليون مواطن كل سنه، والحصص اللي هي بتديها لنا وزاره التموين حصص ثابته ما بتزودهاش. يعني مش مثلا بيجي النهارده المخبز ده بياخد 10 تشويله، هاجي السنه اللي بعديها خليهم له 11، يبقى انا زودت حتى باتساع الرقعه او باتساع الاعداد اللي هي موجوده في الحي او في القريه او الاخر، يبقى انا حتى يجابه الاعباء اللي هي زادت. ابدا، هم العشرة هم العشرة. طب ما الحل اذا؟ الحل ان بيبقى فيه الدقيق المطاحن تستلمه بسعر وتبيعه لجميع اصحاب المخابز بسعر عالي. الحكومه لو عايزه تدعم بتدعم سلعه، تشتري هي الرغيف من صاحب المخبز بتكلفته الفعلية 15 قرش مثال أو ريال أو غيره، وهي تبيعه للجمهور بالشيلين زي ما هي بتبيعه، يبقى هي بتدعم سلعة وما بتدعمش حاجة غير السلعة نفسها اللي هو رغيف الخبز. مشاكل الخبز في مصر هو تلك الحالة من الهدر التي تحدث في الصوامع أثناء تخزين الحبوب التي تتحول لاحقا إلى دقيق، أليست هذه مشكلة تؤدي إلى مشكلة أكبر؟ هي منظومة الخبز من أولها منظومة غير مستقرة، لان بادي انزبد لازم احافظ على المحصول القمح اللي انا بجيبه واللي انا بنتجه، واحافظ عليه ازاي؟ احافظ عليه عن طريق الصوامع المعدنيه.
تخزين القمح في العراء دي اكبر مشكلة بتقابلها مصر، ومفيش صوامع تاخد نص المحصول المصري او نص الاحتياجات اللي احنا بنستوردها من الخارج، فبنخزن معظم القمح المصري كله في العراء. دي مشكلة بتفقد خواصه، بيتم تلويثه بالأتربة والمشاكل الموجودة، زائد أمناء الشعب أمناء الشون بتتلاعب في الأرصدة بتاعت هذا القمح. احنا أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وكل سنة بنزيد عن سنة، مش بنسد الفجوة، الفجوة بتوسع. لو اهتموا بالفلاح واهتموا بالخدمات اللي بتقدم ليه، تقوم منطقة بأسعار كويسة، أسمدة بأسعار كويسة، خدمة ليزر بأسعار كويسة، خدمة حرس وماء إلى خزان بأسعار كويسة، الفلاح هيسيب الحاجات دي ويروح للقمح. في توجه من اللجنة التشريعية على تشديد العقوبات في كل ما من شأنه أنه أن يمس بالمصالح الحيوية للمواطنين، يعني اللي بيتسبب في أزمة في الخبز، زي اللي بيروح ياخد الأجولة بتاعة الدقيق ويروح يبيعها في السوق السوداء واخد لبالك على حساب خبز المواطنين، زي اللي بيستوقف السيارات واخد لبالك وياخد الأنابيب ويروح يبيعها سوق سوداء. يعني اللجنة تفكر في استصدار يعني تعديلات لقوانين العقوبات أو حتى استحداث نصوص جديدة ليكون في عقوبات رادعة تجعل أي مواطن بيرتكب هذه الأعمال لا يفكر ألف مرة قبل أن يفعل ذلك. يعني أيمن، كأحد شباب ومصاب ثورة يناير، الآن هناك مشاكل اقتصادية مركبة متتالية في مصر، من ترى السبب فيها؟ أولاً نرى السبب فيها الاعتصامات اللي زيادة عن اللازم، تمام؟ الاعتصامات والإضرابات زيادة عن اللازم. إحنا بنحرك، إحنا لو بنشتغل وبنحرك عجلة الإنتاج، وكل شاب بيدور إن هو يشتغل عشان يحس يكون عنده هدف وأمل في بكرة، تمام؟ أكيد هنحس مش هنحس بأزمة. وبغض النظر عما يدور في أروقة البرلمان من أسئلة للوزراء والمسؤولين عن تكرار أزمات الخبز واسطوانات الغاز والبنزين والسولر، فالناس في مصر لا يعرفون إلا واقعا واحدا يقول إن كلفة هذه الأزمات أكبر من إمكانياتهم، وإن تكرارها هو بالتأكيد ما سيزيد من رقعة الفقر على الطريقة المصرية. تقبلوا أطيب التحية من مخرج البرنامج طوني عون ومني أحمد بشتو. من القاهرة لكم التحية وإلى اللقاء.